شاء الله إن شاء الله. لا إله إلا الله، أصبحنا وأصبح الملك لله. السلام عليكم. إن شاء الله ما شاء الله. الثلج ثلج اكتست القدس بالثلج صبيحة يوم الخميس. هنا موقع ذا المكان من باب الساهرة. إن شاء الله إن شاء الله. لا إله إلا الله. منطقة باب الساهرة، انظروا إلى هذا ما شاء الله. لا إله إلا الله. اكتست بالثوب الأبيض مدينة القدس الجميلة الرائعة. انظروا شاهدوا هذا المشهد العظيم. لا إله إلا الله. ما أجمله من مشهد، ما أروعه. يا الله سبحان الله، الله أكبر. لا إله إلا الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ما شاء الله. منطقة باب الساهرة ما شاء الله اكتست بالثلج صبيحة يوم الخميس. ما أجمل هذا الثوب لقدسنا العجيبة العظيمة الجميلة، الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. هنا القدس الجميلة، وهنا منطقة باب الساهرة. شاهدوا هذا المشهد العظيم الجميل الرائع من قدسنا الحبيبة. إنه ثوب أبيض ما شاء الله ما شاء الله. والحمد لله، الله أكبر ولله الحمد. نواصل إن شاء الله إلى المسجد الأقصى المبارك. الله بسم الله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو ولي النشر. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والله ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لا إله إلا أنت، لك الحمد ولك الشكر. نعم الثلج يغطي أزقة القدس، ما أجمله من مشهد الثلج. نحن الآن نشق طريقنا إلى المسجد الأقصى المبارك من باب الساهرة. ما شاء الله، أي جمال، أي جمال هذا، أي جمال هذا. لا إله إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. نعم مع الطريق، الطريق هنا. ليست سهلة. نعم تتزحلق، يجب الحذر، يجب الحذر هنا في هذه الأزقة كلها ثلج. الحذر الشديد، يمكن أن نتزحلق هنا. شاهدوا الطريق ملئت بالثلج. أشهد الله أكبر. الحمد لله ما شاء الله. الله أكبر. أصبحنا وأصبح الملك لله
أصبحنا وأصبح الملك لله ما شاء الله. الله أكبر. ثلج اكتست القدس بالثلج والرياض، اكتست هذه المدينة بالثلج. لا حول ولا قوة. يا الله أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله. يجب الحذر والحيطة هنا قدر المستطاع. نعم لذلك الآن في الساعات الأولى من الصباح، صباح الخميس، الصباح المبارك إن شاء الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سبحان الذي أصبح الإصباح، سبحان الذي أصبح الإصباح. سبحان الذي أصبح الإصباح، سبحان الذي أذهب بالليل وآتانا بالصباح. وأي صباح؟ صباح ثلج، صباح أبيض، صباح بركة إن شاء الله. الحمد لله، لا إله إلا الله. يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم. وأي صباح؟ لا إله إلا الله. اللهم نسألك منها خير هذا اليوم، من خير ما فيه، خير ما ضاع. ونعوذ بك ربنا إلا بالله من شر هذا اليوم، من شر ما فيه، من شر ما بعده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طريقنا إلى أقصانا الحبيب من باب الساهر. هذه الأزقة هنا منطقة حطة، بعد قليل إن شاء الله سندخل عبر باب حطة إلى المسجد الأقصى المبارك. مع هذا اليوم المثلج، السلام عليكم. ما شاء الله، ما شاء الله، والحمد لله، ما شاء الله، لا إله إلا الله والدرجة العالية. اللهم أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، إنك لا تخلف الله، منك وحدك لا شريك لك، لا إله إلا أنت. اللهم صل على الشرف. انظر شاهدوا الثلج، ثلج اكتست هذه المدينة. اللهم أمين يا رب. اكتست بالبياض ما شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. اعوذ بالله تعالى. واي جمال، وبالاسلام دينا، واي جمال هذا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جمال المسجد الاقصى، نبينا ورسولنا، جمال قدسنا محمدنا، وما لا نهتم به، وما انت اعلم به منا، عز جارك وجل ثناؤك، ولا اله غيرك ما شاء الله. اللهم زودنا التقوى، واغفر لنا ذنوبنا، ووجهنا الى الخير اينما توجهنا. نسألك من خير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من شر كل عاجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما أسألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ربنا من شر ما استعاذ منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآله وأصحابه.